هاد الوقفه هذه ديال الاساتذه المجمده ترقيتهم اللي تقريبا 3 سنين وكاين اللي 3 سنين وفا اكثر مازال ما خدا المستحقات ديالو، كاين اللي كيسال حتى 10 المليون وكتراكم، وبالتالي هاد الوقفه وقفت سبقوها من اجل تحرير هاد المستحقات اللي هي مرهونه وموقفه داخل ما عرفنا شكون اللي موقفها. جميع القطاعات اللي تجمدت المستحقات ديالها داخل الوباء تم اطلاق سراحها الا قطاع التعليم، الا هاد الاساسيد اللي هما كيحسوا بواحد الحقره لانهم هما الوحيدين اللي بقات الترقيه ديالهم مجمده والاموال ديالهم مجمده، وما كاينش اللي كيجاوبهم وما كاينش اللي كيخرج المسؤول، ما كاينش الوزير كيهرب من الباب الخلفي، فالوقفه السابقه هرب من الباب الخلفي ما كيقدرش يعطينا حتى شنو كاين. بالنسبه لهاد الوقفه يعني ممكن تمشي لابعد الاشكال التصعيديه. المحطه السابقه كانت تمت محاوله احتراق، محاوله احراق الذات، واحد الاطار وصل لواحد الحاله ديال انه صافي فقد الامل وبغى يحرق نفسه امام الوزاره، ولكن تدخلوا الاساسيد ومنعوه من هذا الشكل هذا. وصل لواحد الدرجه ديال ان الانسان فقد جميع 3 سنين هو كيتسنى في رزقه، ودا يعني كيحس بانه هو اخر شيء كيمكن يفكر فيه. مثلا الانسان اللي خدا لك واحد رزقك، الا خدا لك فلوسك راه كي ممكن ماشي غير تحرق راسك دير بزاف الاشياء، لان الانسان مثلا كيسال رزقه وما كيهضر معاه حتى واحد، كيسال الاموال ديالو العرق الجابين ديالو اللي خدم فيها وتم يعني السطو عليها بهذا المعنى، هذا السطو عليها ولا ما عرفنا شنو فين داروها. يعني اخر استاذ هنا كيسال 3 سنين عامين ونص. وصلنا لواحد الدرجه كنقولوا لهم عطيونا غير اجور ديالنا، خليوا داك الاموال عندكم. كاين اللي كي مثلا عنده واحد 3000 درهم كيسالها لهم الشهر، يعني الاجره ديالو النصف ديالها او الثلثين ديالها مازال حابسينهم له. الاموال لما كتجمد 3 سنين و4 سنين ما يعني شنو الهدف من هذه الاموال؟ تدوز الوقت ديال الازمه تعطيها لي انا في حاجه ليها، في امس حاجه ليها. واش انا كنمشي تعطيني دير قروض؟ الوزاره كتحبس لك الاموال ديالك وكتعطيك باش دير قروض، بمعنى كتدخلك في واحد المتاهه. داك القرض اللي داروا ديال 20000 درهم وهما حاجزين على الاموال ديالنا، بمعنى انك تحس بواحد الحقره اللي ما كايناش. اخر من اللي ممكن يعطيو فلوسه هو رجل التعليم، وكانه ما كانش هو من الاوائل ومن داك الصفوف الاماميه وما كانش يعني كيقاوم حتى هو داك الوباء، مع العلم ان جميع القطاعات واوليح ان جميع القطاعات حلها المشكل الا وزاره التعليم، الا الاستاذ، لان الاستاذ هو اخر من يفكر فيه، والمسؤول الاول ديال هذا القطاع يفر دائما من الباب الخلفيه، ما كيقدرش حتى يواجهنا يقولنا شنو كاين. هذا يعني الانسان الاستاذ كيوصل لواحد الدرجه انه 3 سنين هو كيسال فلوسه وكيولي كيشك جميع الاجهزه ديال الدوله، بالحكومه ديالها بكل الاجهزه كيولي يشك فيها. واش حنا مستهدفين لهالدرجه ان الاستاذ ما تعطيهش حتى فلوسه اللي عرق فيها؟ ما كيطلبش زياده، ما كيطلبش شي حاجه ماشي ديالو، كيطلب العرق الجابين ديالو. وبالتالي راه كيوصل لواحد الدرجه الانسان انه كيفكر في الانتحار، لدرجه كما قلت الاسبوع الماضي ان الاستاذ حاول يحرق نفسه امام الوزاره، لولا تدخل الاصدقاء ولولا تدخل الاساتذه لفكه من هذا المشكل. بالاضافه لان كاين امراض، كاين اللي عنده مرض مزمن، كاين اللي كيخلص فاتوره، كاين اللي عنده امراض خصو الادويه وانت شاد له رزقه. يعني هذا ابشع انواع الظلم اللي كنعانيو منه في هذه البلاد وفي هذه الوزاره بالخصوص، لان اصبحت وزاره تستهدف الكرامه ديال الاستاذ بالدرجه الاولى. ومن هذا المنبر اوجه رسالتي للمسؤول الاول على القطاع وهو الامير بالصرف، هو الوزير بن موسى، انه يدير اي تدخل باش يعطينا الفلوس ديالنا. ما كنسعاوهش، ما كنطلبوش يعطينا شي حاجه، بغينا فلوسنا السي الوزير وبغينا رزقنا، ما كنسعاوش شي واحد عرق الجابين ديالنا عطيه لنا صاحبي. كما جميع الوزراء كيتدخلوا باش يحلوا المشكل ديال الاطور ديالهم، حنا ما عندناش وزير ما مسوقناش، راه ما عاد في كيجري، ومني كيجي لهنا ما كيهضرش حتى معانا، على الاقل نقص العجرافه، نزل تواضع معانا، تواضع مع الاستاذ اللي علمك ورباك واللي كونك، تواضع مع الاستاذ عطيه غير شنو كاين، واش غتعطيونا فلوسنا ولا ما غتعطيوها لناش؟ التعامل
ديال وزير التعليم لا زال تعامل فيه النكهة ديال الداخلية، فيه النكهة الأمنية، ما زال التعامل ديالو أمني. والدليل على التعامل الأمني هو هذا التكانة العسكرية اللي رجعت أمام وزارة التربية الوطنية، وهذا الإنزال الأمني أو القمعي، لأن نفس في الوقفة السابقة تعرضنا لقمع مع الساعة السادسة بعد محاولتنا المبيت، تعرضنا للقمع أمام المبنى ديال الوزارة ديالنا اللي كنتميو ليها، وتم ضرب مجموعة من الأساسيد، وتم تفريق الوقفة. ففي الوقفة السابقة تم تدخل أمني في هذه الساحة هذه مع الساعة السادسة، وتم إخلاؤنا بالقوة. وكما قلت أن الوزير ديال التربية الوطنية لا زال يتعامل بمنطق الداخلية والعجرفة واستعمال القوة مع موظفي الوزارة، وخير دليل هو هاد البوليس، هاد الشكل ديال البوليس اللي محاصرنا هنا. فيما كنجيو نوقفوا كيدوروا بينا البوليس، ودوروا بينا مجموعة الأجهزة الأمنية ولا القمعية بجميع أشكالها وألوانها، ويتم تهديدنا وترهيبنا بشكل دائم، رغم أننا لا نطالب بشيء، نطالب بأموالنا، نطالب برزقنا، بفلوسنا، ما كنسعاوش شي واحد. ويعني هاد السيد، هاد الوزير هذا راه لا يهتم لمشاكل الموظفين، ويتعامل معهم بمنطق بوليسي، منطق قمعي، منطق مخزني، كما تعلم هو وتربى عليه في وزارة الداخلية.